وثائق رسمية مسربة كشفت النقابة مؤخرا عن أن الأمم المتحدة تجري حاليا تحقيقات في أكثر من 12 من موظفيها العاملين في المجال الإنساني في اليمن، وبتهم خطيرة تشمل سوء الإدارة والفساد والاحتيال والرشوة. المنظمة الدولية تحاول الإبقاء على سرية هذه التحقيقات، إلا أن الوثائق المسربة كشفت النقابة عن أنها تتعلق بسرقات ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية في اليمن. These people need to have faced consequences, that it's not just rushed aside and can go unpunished. That's maybe not the right word. وكالة اليونيسف للطفل تجري حاليا تحقيقات تتعلق بأحد عامليها في اليمن، وهو باكستاني الجنسية ويدعى خرم جافد. فوفقا للوثائق المسربة تشمل الاتهامات الموجهة إليه سماحه لأحد كبار القادة العسكريين الحوثيين باستخدام سيارة تابعة لليونيسف لتفادي قصف طائرات التحالف له. الموظفون المتهمون بالفساد والذين يفوق عددهم 12 موظفا عملوا مع مقاتلي الأطراف المختلفة للحصول على حصصهم من الرشاوة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية في أنحاء مختلفة من اليمن. وفي شهر نوفمبر الماضي بدأت منظمة الصحة العالمية تحقيقات في طبيب إيطالي يدعى نيفيو زاغاريا، قاد عمليات المنظمة في اليمن منذ عام 2016، وراح في الأثناء يوزع الوظائف على أشخاص غير مؤهلين ومقربين منه. الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كرر أكثر من مرة مطالبه للأمم المتحدة بتقديم نتائج تحقيقاتها إليه في قضايا الفساد في وكالاتها العاملة في المجال الإنساني في اليمن، خاصة وأن الأمم المتحدة لا تشرك مركز الملك سلمان في تحقيقاتها في الوقت الذي يحرص فيه المركز على وصول كل قرش تدفعه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول المانحة إلى كل يمني محتاج.